ازيكم اغلى اجمل متابعين، يا رب تكونوا بخير وبافضل حال. ورجعت لكم فيديو جديد، وان شاء الله فيديو النهارده هيكون عند البطه اللي هي الرائده اللي قدام حضراتكم دي. طبعا هي الوقت خرجت اهي علشان تاكل وتشرب. هي بالظبط فاضل لها 4 ايام على ميعاد الفأس بتاعها، فاحنا لازم حاجات مهمه ان انا اعملها لها في الوقت ده علشان اتجنب اني البط يكبس معايا، وان البطة تتخنق جوه البيضة ما تقدرش انها تكسر البيضة، او ان البطة تموت في البيضة قبل ما تفقس بيومين. ففي خطوة المفروض نعملها دلوقتي قبل البطة ما تبدأ ان هي تطلع ب3 او 4 ايام، لان طبعا طول الفترة ديت احنا نبدأ ان احنا نحط لها حاجات معينة. بس النهاردة لازم وضروري ان احنا نعمل الخطوة ديت، لان الجو طبعا الفترة اللي فاتت زي ما انتوا عارفين كان متغير، كان الجو حر بالنهار والجو ساقع بالليل. البطة ديت ما كانتش بتخرج تستحمى كده، وما كانتش اخد راحتها، لان انا طبعا دلوقتي قافل باب العشة، فهي بتخرج وبتاكل وبتشرب وبتستحمى. لكن الاول ما كانتش بتعمل كده، لان طبعا كانت اما بتخرج كان الدكر بيفضل يجري وراها، لدرجة ان هي كان بيجي عليها يوم كامل انها ما تاكلش فيه بسبب الدكر اللي على السطح. فعلشان كده لازم ان انا بقى ابدا ان انا اعمل لها الخطوه ديت علشان البيض يطلع كله معايا، والبيض كله يفقس مع بعضه، وما يحصل ليش اي مشاكل من كبس، او ان الجنين يتخنق جوه البيضه، او ان قشره البيضه تكون جامده على البطه وما تقدرش انها تكسرها وتفتح وتخرج منها. فهي حاجات مهمه جدا هنعملها دلوقتي مع بعض وهنشوف ايه هي الحاجات دي. بس يلا بقى كده بسرعه اعملوا لايك على الفيديو عشان الفيديو يترفع ويوصل لاكبر عدد من الناس والفيديو يتشاف. ولو بتشوفون اول مره ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس للكل علشان يوصلك كل جديد من عندي. ويلا بقى نكمل مع بعض الفيديو. البطه دي زي ما قلت لحضراتكم قدامها بالظبط 4 ايام وتطلع. النهارده اليوم 26 ليها، تمام. طيب تعالوا بقى كده نشوف البيض بتاعها. هو ده البيض بتاعها اهو، هي راقده جوه هنا في العين دي. طبعا انا قافلها لها الوقت بحيث انها تاكل وتشرب، وكمان تعمل الحمام بتاعها اللي هي بتبقى مخزناه لحد ما تخرج وتبدأ ان هي تعمله، تمام. فيلا بقى كده نجيب الحاجة اللي احنا نستعملها مع بعض ونكمل مع بعض الفيديو. بقى كده مع بعض نشوف احنا هنعمل ايه للبطة، وهنعمل ايه في البيض بتاعها، وايه اللي احنا هنرشه على البيض. وبالمناسبة البطة دي اترقدت هنا اهي، هي اختارت المكان ده وانا رقدتها فيه خلاص. هي عليها البيضة لسه برشت، بس هي بتيجي قبل ما ترقد بيوم وبتقوم راحة راقدة على البيض. يعني هو المكان اهو، هي بتخرج هتخرج من هنا تاكل وتشرب، بس انا قافل المكان عليها دلوقتي علشان مفيش طيور تخش عندها. وهي هي خلاص رقدت وكانت على البيض. طبعا هبدأ ان انا ازوده لها وهبقى اعمل معاكم فيديو ان شاء الله هقول لكم انا هعمل ايه بالظبط مع البطتين، سواء ديت ولا التانية اللي هترقد معاها. وخلينا بقى دلوقتي في موضوعنا دوت، البيض اهوت بتاع البطة. انا طبعا فرست البيض امبارح بالليل، لقيت الحمد لله الجنين عايش جوه البيضة. طيب انا هعمل ايه الوقت في البيض ده؟ انا بس هطلعه معاكم هنا الوقت، وبعد كده هنشوف هنعمل معاه ايه. طبعا ده بيض الفراخ، لا اله الا الله. وطبعا البيض تحتها ما كانش كتير، لان هي باضت لي 10 بيضات بس، وواحده اتكسرت يعني عندها 9 بس، مش كتير يعني. بس الحمد لله طبعا الرضا، التسعه دول لو طلعوا انا مرضي جدا. وده كده بيض الفراخ اللي كان تحت منها، كده ما عادش في حاجه جوه. طيب احنا هنعمل ايه ولا معانا ايه؟ انا هو هفرش البيض هنا كده الاول. طبعا البيض كله ما شاء الله دافي، وهي مدفيه البيض كويس، وكمان البيض كله ما شاء الله عمرة كده. ادى 4 و2 6 وادى 3 9، تمام. وده برضو بيض الفراخ، هتعامل معاه نفس ما هتعامل معاها بالظبط، تمام. انا دلوقتي معايا الازازة دي. طيب الازازة دي فيها ايه؟ الازازة دي فيها مية بخل، وهقول لكم طبعا انا ليه هرش على البيض مية بخل دلوقتي. يعني انا حطيت في الازازة دي معلقة خل وبقيتها ميه وكملتها بميه. تعال الاول نحط منه على البيض علشان اوريكم طبعا انا
هعمل كده ليه ولا ايه السبب اللي هيخليني اعمل كده للبيض؟ طبعا انا برش عليه كده اللي هو بنسم البيض كله بالمية وبالخل. احنا كده اهوت البيض كله اهو اتحط عليه المية بالخل، تمام. وطبعا هقلبه وهعمل على الجنب التاني برضه، تمام. وتعالوا بقى كده ندخله وهندخل البطة وهتكلم بقى معاكم شوية اقول لكم انا ليه عملت الخطوة دي وليه لازم انها تتعمل قبل الفأس بـ4 ايام. انا كده هدخل البيض كلها وهدخل كمان النتاية معاهم علشان ترقد بقى على البيض وتظبط كده على الشاي تاني وتظبط الدنيا. هي النتاية اهي كده، انا دخلت النتاية اهو. تعالوا بقى اما اقول لكم انا ليه بدأت ان انا اعمل الخطوة ديت للبطة وليه لازم ان انا اعمل لها كده، تمام. هي البطة اهي قدامكم هتبدأ ان هي ترقد على البيض تاني وتظبط العش بتاعنا. طبعا هقفل الباب لان هي كده خلاص اكلت وشربت و ما عادتش كده هتخرج تاني النهاردة الا اخر النهار انا برضو اللي هخرج. طبعا الحان زي ما انتوا شايفين عايز نظافة بمعنى كلمة نظافة. انا مأمل جدا في الحمام ده، معرفش ليه الفترة دي، بس طبعا هبدأ ان انا انضف له عشان استعد لموسم الشتاء ده. طبعا اللي تحت ده كله الانتاج اللي طالع لي، يا رب يكون واضح معاكم. دي كلها الزغاليل اللي طالعه لي، هما 5 زغاليل بالظبط. طيب نرجع بقى لموضوعنا وهقول لكم وانا بفتح الحمام كده انا ليه عملت الخطوة دي للبطة. هو ده الحمام اهو. انا عملت الخطوة ديت للبطة علشان البطه ديت لما هي راقده في المكان ده، وهقول لكم طبعا مش كل البط احنا بنعمل له كده. الفتره اللي فاتت ديت لو انتم كنتوا عارفين ان الجو كان متغير جدا، كان الجو حر جدا بالنهار وبالليل كان ساقع، وكمان البطه محبوسه زي ما انتم شايفين، ما كانتش اما بتخرج ما كانتش بتاخد راحتها، كانت يدوك بتلحق ان هي تاكل حاجه بسيطه وتشرب وترجع تجري تاني على مكان البيض بتاعها، تمام. فانا قمت اعمل لها كده علشان البطه لا كانت بتستحمى ولا كانت بتخش ترطب على البيض ولا اي حاجه من دي. فطبعا دوت هيؤدي لايه؟ هيؤدي لان الجنين بتاع البطه هيكبس جوه البيضه، وقت الفأس هيبقى نقص رطوبه لان امه طبعا ما بدأتش ان هي ترطب على البيض بان هي تحمي نفسها وتعمل على البيض. طبعا لو هتلاحظوا هنا انا حاطط بيضة فراخ تحت، فراخ هندي تحت الحمام. النتاية ودول برضو مهمت هحط لهم برضو بيضة فرخ هندي. فهي البطة بالمنظر دوت للأسف كانت هتبدأ ان هي البطة اول ما هتيجي تفقس وتكسر البيضة هتلاقي قشرة البيضة سميكة جدا عليها، هتلاقيها انها مش قادرة تفتح البيضة، فالبطة هتتخنق وهتتكبس جوه البيضة ومش هتعرف ان هي تفتح البيضة. فعلشان كده انا كان لازم اعمل الخطوة دي. اما للناس اللي عندها البط بيخرج يستحمى ويرجع على البيض، يبقى بلاش تعمل الخطوة دي لان كده البيض واصل له الرطوبة اللي هو محتاجها. فانا بعمل طبعا كل بطة عندي انا بعمل لها حاجة معينة لان كل بطة عندي بتختلف عن التانية، البط مش كل واحد ومش فرق ده كل واحد، تمام. فهي كل بطة بتختلف عن البطة التانية. انا البطة دي علشان هي عارف انها بتخاف انها تخرج على السطح تاكل وتشرب، فانا كان لازم ان انا ارطب انا على البيض وانسم على البيض بشوية مية بخل علشان البيض ما يجيش وقت الفأس والبطة تكبس جوه البيضة، تمام. وفي كمان اللي هو الخل اللي انا حطيته دوت، انا حاطه عشان يعقم البيضه لو في اي بكتيريا اي فيروسات اي حاجه على البيضه من على قشره البيضه نفسها، ده برضو يعني اللي هو بيعجز الجنين ان هو يخرج. فانا برضو عشان كده حطيت الخل علشان يعقم معايا البيضه وبس. هو دوت اللي المفروض ان احنا نعمله في الفترة دي. بس طبعا زي ما قلت لحضراتكم كل بطة بتختلف عن التانية، وطبعا كل واحد بيربي عارف البط بتاعه ما بيقوم ياكل ويشرب بيعمل ايه بالظبط. فانا علشان البطة دي زي ما انتوا شايفين كده انا اللي بخرجها تاكل وتشرب،
وبرجعها تاني، فكان لازم ان انا اللي اتصرف واعمل كده في البيض علشان وقت الفأس الجنين ما يكبس مني والبيض ما يبص مني. هختم بقى معاكم الفيديو على كده، ياريت يكون الفيديو ده قدرتوا ان انتوا تستفادوا منه ولا بمعلومة صغيرة، ولو استفدتوا منه ياريت تكونوا عملتوا اللايك على الفيديو واشتركتوا عندي في القناة، واشوفكم في فيديو جديد على خير.